دكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ شفقي، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقة يعني ساعات كنا بنقول ونسأل نفسنا السؤال، هل ممكن الأحداث اللي بتحدث في الشرق الأوسط وتحديدا ما حدث في الحرب على غزة يكون له تأثيرا على السياسة الأمريكية وعلى من يدير هذه السياسة وبالتالي على بايدن، يعني كما قرأنا معك هذا الاستطلاع؟ بيعكس هذا الاستطلاع وجود تراجع كبير في شعبية الرئيس بايدن، لا سيما بعد الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتحديدا حرب إسرائيل على المدنيين الذي بدا وكانه اقرب للاباده الجماعيه، اقرب الى العقاب الجماعي من اسرائيل لقطاع غزه وقاطنيه من المدنيين. جزء ثاني مرتبط ب عوده مره اخرى للانخراط الامريكي في قضايا الشرق الاوسط، يضر بالصوره الذهنيه للولايات المتحده وخاصه فقدان ثقه حلفائها من دول الإقليم، بما يجعلها أقرب إلى الحريم. نقطة البالغة الأهمية وهي أن هناك تحدي من جانب بنيامين نتنياهو للضغوط التي تمارسها إدارة بايدن عليه، ولذلك نجد أن لولا الضغط الذي يفرضه ملف الأسرى لما رضخ بنيامين نتنياهو في الدخول في تفاوض والدخول في إطار لهدنة مؤقتة مع حركة حماس. الأكثر أهمية من ذلك أن هناك انقسام داخل المجتمع الأمريكي، وهناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية تجاه دعم بايدن لإسرائيل. هناك أصوات داخل الكونجرس وخاصة من الحزب الديمقراطي طبعا، التي تطالب بإعادة وجهة السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل بشكل كبير. هناك وجهات نظر أخرى مغايرة تدعمها وسائل الإعلام، تدعمها مراكز البحث والتفكير، تمارسها لوبيات الضغط إلى ضرورة مراجعة السياسة الخارجية الداعمة لإسرائيل. طيب لما نقرأ مع حضرتك الرقم اللي هو 70% رفض من فئات عمرية من الشباب الأمريكي بتتراوح ما بين 18 و38 بيرفضوا تماما السياسة الأمريكية وكان في التعامل مع الحرب على غزة، هل ده ممكن يضع أنه يعني لم يعد هناك ثقة كبيرة بما بالسياسة الأمريكية وأن وجهة نظر الشباب ممكن تغير بعض الشيء يعني في الخطوات القادمة؟ شوفي، هتغير، لكن الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة القضايا الداخلية هي التي أكثر تكثيرا من القضايا الخارجية، يعني القضايا الخاصة بالاقتصاد، قضايا الخاصة بمحاربة البطالة، قضايا الخاصة بالرعاية الصحية، قضايا الخاصة بالتعليم، يعني النوعية من قضايا الهجرة، الإقهاض. تماما، انا متفقه مع حضرتك، المواطن الامريكي مواطن محلي جدا في اخباره. لكن خلينا نتكلم على ان في بقى في تيار جديد من الجيل، الاجيال الجديده، القلب منه من الشباب اللي هو بيستفز كثيرا فكره السياسات الامريكيه الداعمه بشكل مطلق لإسرائيل، خاصة وأن عامل الإعلام بدأ يتحول، بدل ما توظفه إسرائيل بدأ يكون هناك تأثيرات عكسية عليه. كما أن هناك خوف من استهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كبير، بما يجعل إسرائيل ومصالحها واستثماراتها وقاعدتها العسكرية ووجودها موضع استهداف خلال المرحلة المقبلة. وإذا كنا نتكلم عن انتخابات أمريكية مقبلة، فإذا الديمقراطيين كمان وضعهم مش تمام كده، يعني بهذا التأخر بالنسبة لبايدن في نسبة الاستطلاع. طبعا، يعني لكن اللي هيحسم الموضوع زي ما قلت لحضرتك قضايا داخلية، لكن في تحولات جديدة بتفرزها ساحات يعني التعدد والتنوع داخل الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة وأن هناك أدوار واحتجاجات قامت بها الجاليات العربية والإسلامية في العديد من
الولايات الأمريكية، بل إن ولاية زي كندا بقى فيها حملات مناعمة لذلك كتير. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تراجع واستطلاع أجرته NBC نيوز الأمريكية عن تراجع شعبية بايدن بنسبة 40%. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات العربية مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.